نهاركم ابيض بخطين حمر مشاهدينا الاعزاء من جماهير نادي الزمالك العظيم صانعه الحدث في كل مكان واي زمان. حلقه السبت 10 سبتمبر هنكون مع حضراتكم في حلقه جديده من نهارنا ونهاركم الابيض، هنتابع فيها كل المستجدات على الساحه الرياضيه الزملكاويه والمحليه، وكمان هنروح للاخبار العالميه. خلوني في البدايه اقول وبكل روح رياضيه، ودي معتاده عن مدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك كبير الكرة المصرية، نبارك لنادي الهلال السعودي الشقيق على تتويجه ببطولة كاس سوبر لوسيل في حدث كبير جدا، زي ما شفنا امبارح افتتاح أكبر وأهم ملاعب العالم. وأقول لفرقتنا الرجالة أبطال الكرة المصرية هارد لك، قدمتوا اللي عليكم وتعبتوا وعملتوا اللي عليكم ورفعتوا راس جماهيركم. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا ونكمل كلامنا كمان عن مباراة امبارح، ارحب بزميلتي العزيزة انجي يحيى. انجي نهارك ابيض بخط حمر. يا احمد نهارك ابيض ونهاركم ابيض جميعا، هارد لك لكل الزملكاويه، مبروك لنادي الهلال، مبروك لجماهيره بالفوز باللقب. الحقيقه انه فريق قوي، فريق محترم، فريق حقيقي مميز. يمكن كانت الظروف او هم كانوا اجهز لظروف كثير هنشرحها اكيد بالتفصيل، هنتكلم عنها بالتفصيل في الفقره الحواريه، فقره سهم وقوس مع محللنا الرياضي المميز اللي دايما بينورنا في نهارك ابيض استاذ خالد الكيلاني. هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا في مباراه امبارح كاس سوبر لوسال، لكن خلونا نتكلم على رجاله نادي الزمالك، رجاله نادي الزمالك الابطال، ابطال الدوري المصري. فيعني عايز اقول لهم حاجه، يعني ليهم مننا يا جماعه كل التقدير وكل الاحترام، وكمان من جمهور الهلال وجمهور نادي الهلال السعودي ولاعبيه، كل برضو الناس اللي تابعت الحقيقه المباراه امبارح بالملايين، كل الناس دي بتقدم الاحترام والتقدير للعيبة نادي الزمالك الأبطال، اللعيبة اللي كافحوا، اللعيبة اللي قاتلوا، والحقيقة قدموا مباراة كبيرة، جيم كبير على المستوى الفني أو على صعيد الروح القتالية. يعني ككرة وكنتيجة الزمالك يا جماعة ما خسرش المباراة فعليا، هي المباراة في الآخر انتهت بالتعادل بين الفرقتين، لكن في الآخر ركلات الترجيح وهي من اسمها رجحت كفة الهلال في الآخر طبعا لحمل لقب البطولة، لأنه في النهاية أنت في الآخر دي بطولة، أنت لازم يكون عندك بطل ويكون عندك وصيف، ففي الآخر الكفة كانت لفريق الهلال السعودي. فإحنا هنا بنقول هارد لك لكل جماهير نادي الزمالك العظيمة، الجماهير الرائعة اللي كانت وراء فريقها في كل مكان، واللي أكيد هنتكلم عنها أنا وأحمد دلوقتي. يعني حقيقي الموضوع يعني امبارح ما كانش فيه توفيق، خلينا نقول انه كان في عدم توفيق امبارح في ضربات الترجيح. خلونا لو هنتكلم على بانلتي بتاعت زيزو اللي قائم وقف قصاده، لو هنتكلم على بانلتي الونش اللي للاسف اتصد، لكن الحقيقه انه يمكن لو ما طلعناش بمكسب البطوله يمكن كان في حاجات كثير قوي غير كاس البطوله دي ممكن نقول لنفسنا الحقيقه مليون مبروك عليها يا احمد، كان في حاجات كثير استفدنا بيها في المشاركه في البطوله دي. بالظبط، ومنهم الحاجات المهمة جدا حضور الجماهيري. حضور الجماهيري نقول مبروك، الحضور الجماهيري اللي كان موجود، بنبارك للجماهير بجد على انتمائها الشديد جدا، على وجودها بجانب نادي الزمالك، خلف نادي الزمالك في كل مكان في بقاع الأرض. ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد، بل كل القديم يعاد مع جماهير نادي الزمالك صانعة السعادة وصانعة العظمة. واللي شفناه امبارح ما كانش مثلا في استاد المحله او اسكندريه او برج العرب او الجونه او حتى على استاد القاهره، اللي شفناه امبارح مئات الملايين حول العالم كمان شافوه، ورصدت وكالات الانباء الافتتاح لهذا الملعب وتابعوا المباراه بشكل كبير جدا، شافوا بروفا لمباراه مونديالية في كل اجواءها. طبعا دي بروفا للملعب الاهم والاكبر في كاس العالم في قطر، ملعب لوسيل هيشهد افتتاح البطوله ويشهد ختام او نهائي البطوله. فكان عباره عن مشاهد لجماهير بتزحف ورا فرقتها بره مصر، بيقف ورا فريقه، بيقدم مجهود جبار بكل حب ووفاء واخلاص، تعاون مع رابطه مشجعي نادي الزمالك في الدوحه اللي لازم كلنا بصراحه نشكرهم شكر جزيل جدا على مجهودهم الكبير.
امبارح دولة قطر بتشهد أكبر وأضخم تجمع جماهيري في تاريخها، ده بفضل كثافة تواجد جمهور نادي الزمالك في التحفة المعمارية اللي شفناها امبارح على أرض عربية زي استاد لوسيل. جمهورنا الزمالك امبارح قدم لوحة فنية جماهيرية وسط لوحة فنية إنشائية، زي ما بنقول كده الاستاد عظيم، أرضية الملعب عظيمة، المدرجات حاجة في منتهى الجمال بوجود الجماهير، فكأنك كنت بتشاهد حاجة عظيمة داخل ملعب عظيم، مشهد جميل جدا وحاجة تحب العين تشوفها. كل التحية والشكر المرة التانية، مهما قلنا مش هنوفيكم حقكم والدور المرة اللي جاية بإذن الله على جمهور نادي الزمالك، ولكن مع رابطة الزمالك في الإمارات وأبو ظبي لما نروح إن شاء الله الشهر اللي جاي نخوض السوبر المصري بإذن الله هناك. يعني زي ما انت قلت برضو في حاجة عايزة اتكلم عليها وهي الاستاد، الملعب، أرضية الملعب، ايه الحلاوة وايه الجمال ده؟ يعني بنشوف حاجة كأننا بنتفرج على مباراة في أوروبا مش مباراة في دولة عربية، لا شفنا حاجة فعلا حقيقية جميلة. الصورة امبارح هي مش فول اتش دي، هي فول اتش دي حقيقي، شايفه اللعيبه وهي بتلعب في ارضيه الملعب، عارف حاسه ان انا بتفرج على جيم بلاي ستيشن، الحاجات اللي انتوا بتلعبوها اللي هي الفيفا والحاجات دي، صح؟ تحسهم مش حقيقيين من كتر جوده فعلا التصوير والصوره والإخراج. التصوير والاخراج، ارضيه الملعب عظم، حاجه حقيقي كانت حاجه جميله جدا. وغير بقى كل ده في حته، وجماهير نادي الزمالك اللي كانت موجوده دي كانت في حته تانيه الحقيقه، مشهد رائع، مشهد جميل جدا. واحلى حاجه في المشهد انه المشهد ده مش في بلدنا، يعني الجماهير ديت دي مسافره ورايحه طبعا، غير الجماهير اللي موجوده طبعا في قطر وفي الاماكن او في البلاد اللي حوالين قطر، جماهير نادي الزمالك المتواجده في المنطقه ديت اللي راحت عشان تشجع نادي الزمالك، الحقيقه كانت صوره رائعه، مشهد رائع، حب ودعم كبير جدا من جماهير نادي الزمالك شفناه امبارح، ومشهد جميل جدا. دايما جماهير نادي الزمالك بتكون ورا فريقها في اي مكان. طيب لو هنرجع تاني نتكلم عن تفاصيل المباراة فنيا، فالكلام الحقيقة في التفاصيل هيطول، وزي ما قلنا أكيد هنتكلم بالتفاصيل أكتر في فقرة سهم وقوس، لكن الحقيقة أنه أنا حابة أقول لكم حاجة، والحاجة دي عن قناعة تامة، يعني الحقيقي إحنا فخورين، أو أنا فخورة وأفتكر أحمد وأفتكر الكلام ده عن ناس كتير، فخورين بلعيبة نادي الزمالك، فخورين بمدرب نادي الزمالك، فخورين بمنظومة الكورة داخل نادي الزمالك. إحنا إمبارح كنا جماعة بنلعب بطل السعودية، بنلعب بطل آسيا اللي عندهم من اللعيبة الأجانب، بس يعني ما يكفي، يعني سواء بقى بنتكلم عن اللعيبة الأساسيين أو اللعيبة الاحتياطيين، يعني عندهم بقى اللي من مالي وعندهم النيجيري وعندهم البيروفي وعندهم من كولومبيا، يعني عندهم كتيبة من المحترفين، يعني حقيقي مش ممكن يا جماعة المحترفين الموجودين عندهم. فرقة كورة تقيلة جدا، فرقة كورة صعبة إن أنت تصمد أمامها وتجاريها بكل أمانة. فإحنا امبارح مش بس صمدنا، احنا امبارح كنا بنقاتل بكل عزيمه واصرار، خصوصا انه فريق الهلال هم عاملين فتره اعداد كامله، سافروا ورجعوا وتحضروا وبداوا الموسم هناك وماشيين بكل انتظام، عندهم يعني من الجاهزيه البدنيه مش خلينا مش نقول 100%، هم عندهم 1000% جاهزيه بدنيه، في حين ان انت قطعت اجازتك او اجازه لعيبتك بعد ما كنت خارج لسه من موسم يعني ممتد من شهر 10 اللي فات، يعني لحد دلوقتي او لحد يعني من كام اسبوع، يعني كان بقالنا تقريبا حوالي 10 شهور لعبنا في وسطهم افريقيا، خلصت الكاس القديم وكسبته وبدات الكاس الجديد اللي هو خلاص بقى قديم حاجه اخر، يعني لخبطه وارهاق على اللعيبه. وده يا جماعه حقيقي في الكوره هو ده مش رفاهيه ولا حجج، ولا احنا بنقول حجج، احنا بنقول احنا خسرنا، بس بنحاول برضو ان احنا نحط نفسنا مكان اللعيبه ديت، يعني لازم برضو تعذر اللعيبه ديت. لما تسمع من مدرب بحجم فيريرا كلام زي ده لازم تتعلم كمنظومه، نتعلم كمنظومه عشان نتقدم لقدام، عشان نطلع لقدام، احنا مش بناخد البطولات وبنقف عليها، لا احنا بنفكر في البطولات اللي بعدها، عايزين فرقتنا تبقى افضل وافضل، احنا مش بنطلب المستحيل ابدا، يعني احنا برضو بنتكلم موسم اللي بنطلبه موسم منتظم يبدا وينتهي زي بقيه خلق الله، يعني الناس كلها بتبدا في وقت وبتنتهي في وقت، ده اللي احنا طالبينه، احنا مش طالبين حاجه غريبه ولا طالبين المستحيل. بالظبط يا انجي، وكمان الكلام اللي انت اتكلمت عليه مهم جدا في حته الارهاق البدني، واللي اتكلم عليها برضو عبد الله المعيوف حارس الهلال اللي قال
ان الفريق كان مرهق جدا. وعلى فكره يعني عبد الله المعيوف مش زملكاوي عشان يقول حاجه زي دي، قال ان الزمالك كان واضح عليه جدا الارهاق البدني، ومع ذلك قدم مباراه كبيره امام الهلال، ويا ريت تجمعنا ماتشات تانية وتيجي فرصه نقابلهم تاني. تصريحات محترمه الحقيقه من لعيب محترم جدا وفريق محترم يستحقوا المباركه على اخلاقهم، وكمان على الممر الشرفي الجميل اللي عملوه لبطل مصر. واحنا كلنا دخلنا هذا الممر، كلنا مفيش حد انشق كده، وتقبلنا الامر بروح رياضيه، لان هي دي الرياضه، ده المطلوب بين انديتنا ومنتخباتنا العربيه. الرياضه تقرب ولا تبعد، زي ما قالت انجي احنا فخورين بلاعبتنا، لاعيبه نادي الزمالك، وانا بعني هنا الكل، كل اللعيبه ما حدش قصر فيهم وكله قدم اكتر من 100% من اللي عنده. بس خليني اخص بالذكر حارسنا الامين محمد عواد، اللي مع الوقت حرفيا بيثبت اكتر واكتر ان هو حارس موهوب يعتمد عليه في اي وقت، حارس ربنا مديله موهبه كبيره، والاهم انه عقليه مميزه وشخصيه متزنه، فربنا يحفظه. وقدم مباراه بصراحه كبيره جدا، ولولاه كان ممكن تخسر المباراه دي بنتيجه كبيره جدا لا قدر الله. كمان الونش برضه ما يوفيش حقه الفني، راجل مدافع رقم واحد في مصر وافريقيا والعرب، ما بيفرقش معاه بقى مين اللي بيلعب عليه، مين المهاجم، حجمه ازاي، سعره ايه، الراجل بيموت نفسه وبيقدر يوقف اي مهاجم، ودي حاجه بصراحه مهمه جدا ومميزه جدا في خط دفاعنا. كمان عايز اقول لك يا احمد انه احنا عندنا لاعب، يا جماعه احنا عندنا لاعب حقيقي بامكانيات عظيمه، يعني امكانيات عظيمه للمستقبل. بنتكلم على لاعب اسمه امام عاشور. حقيقة يا جماعة إمام عاشور لو حافظ على نفسه واستمر على نفس نهج التطور ده، بإذن الله هيكون عندنا لاعب في حتة تانية، هيكون عندنا لاعب يعني لاعب وسط بمواصفات حقيقي، مواصفات أوروبية، يكون عندنا في منتخب مصر طبعا وفي نادي الزمالك. ربنا يحمي، حقيقي لعيب كبير، لعيب حريف. والحقيقة إن كل رجالة الزمالك الحقيقة امبارح كانوا او عاده او عامه بيكونوا ابطال، مش عايزين ابدا كمان انه ننسى بضربه ترجيح جت في العارضه بباد لك طبعا، ان الزمالك برضو عنده افضل لاعب في مصر. بنتكلم اكيد عن روبوت احمد سيد زيزو، اللي امبارح كان بيواصل التالق، بيسجل مع الزمالك هدف جديد، والمره دي بمذاق الهدف كان بمذاق افرو اسيوي، هدف رجعنا للقاء، رجع لنا البسمه، لكن الحظ للاسف عاند زيزو في الاخر، وعاند زيزو بضربات الترجيح. فانا حابه اقول لزيزو هارد لك، انت نجم ولعيب كبير جدا، واكيد مش ضربه جزاء ضاعت ممكن تخلي الجمهور يزعل منك، انا واثقه ان انت هتقدر تعوضنا في حاجه كبيره جدا زي بتاعه 2019، يعني امام مئات من الالاف، زي طبعا مئات الالاف اللي شفناهم في وقتها في برج العرب. صحيح، وقت الكونفدراليه، وتحس كده ان في نحس في موضوع ضربات الجزاء ومع زيزو، يعني بتبقى صعبه جدا. ضيعت مننا فرحة كبيرة في وقت في 2022، سواء مع منتخب مصر أمام السنغال مرتين في كاس الأمم، بعد كده تصفيات كاس العالم، أو مع الزمالك امبارح. فهارد لك لزيزو، هارد لك لرجالتنا، شرفتونا، رفعتوا راس الكرة المصرية، كنتم على قدر هذا الحدث الكبير، وبانتظار عمل كبير ومجهود أكبر إن شاء الله مع الموسم الجديد، ويبقى مجهود يليق باسم نادي الزمالك وبيكم كأبطال للدوري، تستمروا في حصد الألقاب. خلوني قبل ما نروح للفقرة الإخبارية، فقرة اقرا الخبر، نروح نقول لواحد من أساطير نادي الزمالك وأساطير الكرة المصرية، إيدر الكرة المصرية، كابتن طارق يحيى، أبو قلب أبيض والبشاشة اللي دايما على وشه، البساطة اللي عند الكابتن طارق يحيى حاجة عظيمة جدا، حابين نقول له كل 100 سنة وانت طيب وبخير وبسلامة، وسطنا ومنورنا دايما
يا ابو الكباري. اكيد ايد الكره المصريه لن يتكرر، يعني واحد حقيقي من الناس اللي لما بيجوا هنا القناه تلاقي ان القناه كلها مبسوطه وسعيده وبتضحك وبتهزر. يعني لو هنتكلم ان هو كان لعيب كبير، كان مدرب كبير، ودلوقتي كمذيع او محلل، عنده يعني كده كاريزما على الشاشه تخليك تحب ان انت تقعد تتفرج وتسمعه. كل سنه حضرتك طيب، يعني عقبال 100 سنه واكيد هتفضل رمز ونجم كبير من نجوم نادي الزمالك. طيب غير كابتن طارق يحيى، برضه النهارده بيوافق عيد ميلاد مين بقى؟ عيد ميلاد او امبارح بيوافق عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد السوبر كابتن ايمن منصور. نفس الكلام برضه عن كابتن ابو رجيله. يعني كل سنه حضراتكم طيبين، عقبال مليون سنه في صحه وسعاده وهنا، وان شاء الله دايما تكونوا على راس كل جماهير نادي الزمالك. كل سنه وانت طيب يا كابتن ايمن. كابتن ايمن منصور واحد من نجوم نادي الزمالك سوبر، أول من أحرز في بطولة السوبر الإفريقي، فاكرين هدفه طبعا في جوهانسبرج. وكابتن محمود أبو رجيلة بقى واحد من أساطير نادي الزمالك، سواء كلاعب سواء كمدرب، أحرز ألقاب كتير جدا مع نادي الزمالك كلاعب وكمان كمدرب. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا عيد ميلادهم كان امبارح، بس حابين برضه ننوه ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. كان امبارح كان يوم حافل بعياد الميلاد. طيب دلوقتي خلونا نروح نستعرض معاكم كل الاخبار الجديده على الساحه الرياضيه ونروح لفقره الى الخبر. فقرة الخبر البداية كالعادة بتكون من عند أخبار نادي الزمالك، والبداية من عند سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، اللي حسم 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد. قال سيادة المستشار أنه حابب يطمن أو يطمن جمهور نادي الزمالك أنه أقوى صفقات في تاريخ النادي حسمناها، يتبقى فقط الاتفاق مع الأندية على قيمة الصفقات، ويوم الاثنين هيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة. ولما اتكلم عن مباراة الهلال السعودي، وضح سيادة المستشار وقال انه خرجنا من موسم شاق، بنبارك اكيد لنادي الهلال والجماهير لم تخرج عن النص. كمان طالب سيادة المستشار بعودة الجماهير بساعة الاستاد بالكامل في ماتشات الدوري خلال الموسم الجديد، طبعا بعد ما كلنا شفنا المشهد الرائع اللي شفناه امبارح في ملعب لوسال بحضور اكتر من 77,000 متفرج. بنتمنى ان احنا نشوف المشهد ده عندنا في الاستادات المصرية، نشوف الجماهير منورة الاستاد. بعد مباراة امبارح اكد مستر فريرا المدير الفني للفريق انه كان عارف ان مباراة الهلال السعودي في كاس سوبر لوسيل هتبقى صعبة بسبب قوة الفريق المنافس وكمان جاهزيته. فريرا قال ان جدول المباريات كان صعب في الدوري المصري، واحنا كفريق انهينا المسابقة في نهاية شهر اغسطس الماضي، وبعض اللاعبين حصلوا على راحة وخاضوا 3 تدريبات فقط. كمان أضاف فريرا أن الزمالك خاض 4 تدريبات بس قبل مباراة الهلال السعودي، على العكس من المنافس اللي دخل اللقاء في كامل لياقته وجاهزيته البدنية والفنية. البروفيسور تابع كلامه وقال أن المباراة كانت صعبة، ولكن الزمالك استطاع تقديم مستوى جيد، ومباراة الهلال السعودي في اللقاء وبعد التأخر بهدف كان الفريق عنده الإصرار للعودة للمباراة لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح اللي تمكن من خلالها الهلال في تحقيق الفوز. لسه مكملين مع تصريحات مدربنا البرتغالي المخضرم مستر فيريرا، اللي قال انه امبارح كان طبعا حب ان هو يوجه تهنئه للاعبي نادي الزمالك على الاداء خلال اللقاء. كمان حب ان هو يشكر الجماهير اللي حضرت لمؤازره الفريق ومساندته في هذه المواجهه المهمه، وكان بيعمل طبعا في العوده بالكاس. كمان مستر فيريرا اكد ان اللاعبين خاضوا المباراه بحماس زي كل المباريات اللي بيخوضها الفريق في
كافة البطولات. واتكلم كمان المدير الفني عن ركلات الترجيح، وقال ان الركلة اللي تم اعادتها للهلال لم تكن جيدة بالنسبة لنا، وفي كل الاحوال احنا استطعنا مباراة الهلال رغم عدم جاهزية الفريق بدنيا طبعا بسبب جدول الموسم الماضي والراحة اللي حصل عليها الفريق، لانه احنا لسه عندنا طبعا بداية موسم جديد. كمان اكد مستر فيريرا ان الخسارة بركلات الترجيح طبعا بتكلف اللاعبين الكثير، واضاف كمان ان الزمالك لم يكن مستعد بدنيا على العكس من المنافس، وكمان قال ان التغييرات اللي اجراها كانت تغييرات جيدة وافادت الفريق. مستر فيريرا كمان وضح ان فريق الهلال بيمتلك ميزه اللعب في دوري جماهيري منتظم، وطبعا زي ما احنا عارفين ان الدوري المصري بيشهد حضور 4000 مشجع فقط في المباراه. كمان مستر فيريرا اتكلم امبارح في حاجه مهمه جدا، وهي خوض المباريات المتتاليه في اوقات قليله. علق فيريرا على الامر اللي بيخص ضغط المباريات المقبله في دوري ابطال افريقيا ودوري الموسم الجديد، وقال ان اتحاد الكوره عمل جدول مباريات يواكب كل دوريات العالم، ده المفروض يحصل هنا عشان اللعيبه ما تعانيش من الارهاق. كمان احنا عندنا 4 ايام فقط قبل السفر للكاميرون لخوض تحدي جديد بدوري ابطال افريقيا، ومن المهم بالنسبه لنا تخطي هذه المرحله من التصفيات. فيريرا تابع كلامه وقال ان الزمالك ان شاء الله عازم على تقديم موسم جيد سواء على مستوى البطولات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا، والفريق بيحتاج لجهد كبير في الموسم اللي جاي. كمان كرر المدير الفني دهشته اللي عبر عنها قبل كده من خوض الزمالك لمنافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي، في حين أن الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري المصري بيخوض البطولة من دور الـ 32. نروح لشيكابالا صانع العاب وقائد الفريق اللي علق تعليق مهم طبعا على اداء اللاعبين امام فريق الهلال السعودي في مباراه كاس سوبر لوسيل. اكد شيكابالا ان اللعيبه كان نفسها طبعا تسعد جماهير نادي الزمالك بالفوز على الهلال السعودي، اضاف كمان ان جماهير الفريقين خرجوا سعداء من اداء اللاعبين في المباراه، واوضح كمان شيكابالا ان الزمالك انهى بطوله الدوري المصري متاخر طبعا في التوقيت يعني بتاع الدوري يتأخر بعكس بقية الدوريات في بقية العالم، وبناء عليه كان على المدرب منح اللاعبين راحة بعد الموسم الطويل. كمان أكد الأباتشي أن اللعيبة كانوا بيأملوا في إسعاد الجماهير، لكن هي دي كرة القدم، الأفضل في المباراة هو اللي فاز بالكاس، والهزيمة أمام الهلال درس أكيد هيفوق اللاعبين في الفترة اللي جاية. وكمان أضاف قائد الفريق أشاد بالتنظيم وقال أن المباراة دي كانت بروفة جيدة لكأس العالم وقادم أفضل بإذن الله. كمان تونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق أكد أن الزمالك كان ند قوي للهلال في مباراة الأمس، لكن كان في بعض أوقات المباراة كنا بنفقد التركيز. أضاف الجزيري كمان وقال ما كناش موفقين في ركلات الجزاء أمام الهلال، وفي المباراة دي يجب أنك تكون مركز، واتكلم كمان أن هم تعبوا جدا وسط المباراة. كمان أضاف وأكد شيء مهم جدا أننا خرجنا بشكل سليم بدون إصابات، ودي حاجة مهمة ومكسب للفريق أنك تلعب مباراة كبيرة زي دي من غير إصابات، وهنركز إن شاء الله وهنكمل مشوارنا ونصلح الأخطاء بإذن الله والقادم أفضل. دي كانت أخبار فريقنا، نروح للأخبار العالمية ولكن بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. تعالوا نروح بقى نشوف لقطة اليوم، والحقيقة انها لقطة جميلة جدا. ليه بقى؟ عشان عنوانها الهدف من الرياضة. تعالوا نشوف اللقطة ونرجع تاني.
هي دي رياضة، مش مطلوب منك انك تفرح مثلا وانت خسران، لا، المطلوب ان انت تتقبل فكرة ان الرياضة يوم ليك ويوم عليك، لقطة الحمد لله احنا بنشوفها دايما مع نادي الزمالك. تقبل زي ما بقول كده، يوم ليك ويوم عليك، مفيش حاجة اسمها انك هتفضل تكسب على طول، ومفيش حاجة برضو اسمها هتخسر. حقيقة ان المباراة الشرفي ده يا احمد بتعامل الاندية الكبيرة، ونادي الزمالك صح. طول عمره نادي كبير، لعيبة نادي الزمالك وكل من ينتمي لهذا الكيان بيعرف دايما يتصرف صح، والحقيقة انه مشهد رائع، او يمكن يكون مشهد طبيعي، انا شايفة انه دي حاجة طبيعية صحيح. كل اللعيبة بيمشوا في الممر الشرفي، يمكن اكيد مش هنشكك في ولا واحد من الناس اللي كانوا موجودين ان هم ما بيحبوش نادي الزمالك او مش زعلانين للخسارة، لكن هم عارفين كويس قوي اهمية الممر الشرفي، وبيعرفوا كويس قوي اهمية الروح الرياضية من اكبر لاعب لاصغر لاعب للمدير الفني اكيد. بالظبط كده، انت قلت كلمة مهمة جدا يا انجي، مش هنشكك في اللي مروا من الممر الشرفي، على واحد خرج بره الممر ده مش هنقول عليه بيحب النادي، واللي مروا من الممر ما بيحبوش النادي، فكده لو حد خرج بره الممر هو بيوصم الناس اللي دخلوا الممر انهم ناس مش بيحبوا النادي او، لكن الحمد لله على نعمة الزمالك الفريق كله عدى واحترم الممر الشرفي. دلوقتي نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على خريطة أبرز مباريات النهاردة، ونرجع لكم بعدها على فقرة نظر. اهلا بيكم من جديد، وصلنا دلوقتي لفقره نبض 100 عقبه، الفقره اللي دايما بنحب نبداها بلايف من داخل نادي الزمالك عشان نشوف اخبار النادي من هناك. عشان كده خلونا نروح ناخد زميلنا ومراسلنا مراد ابو جلال عشان نعرف منه الجديد. يا مراد نهارك ابيض. نهارك ابيض يا مراد، وقول لنا عندك ايه النهارده داخل نادي الزمالك. برحب بيك يا الزميلة العزيزة انجي يحيى، برحب بيك الزميل العزيز احمد علي، دايما متالقين على شاشة قناة نادي الزمالك، برحب بجميع مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نهاركم ابيض بخطين حمر بالتاكيد من هنا من نادي الزمالك، وبيتجدد طبعا لقائنا الصباحي ونبض 100 عقبة، واللي هنتكلم فيه اليوم طبعا بالتاكيد عن الحدث الابرز والاهم طبعا، مباراة نادي الزمالك ونادي الهلال السعودي طبعا، واللي انتهت بفوز نادي الهلال السعودي في كأس اليوسيل طبعا. تأكيد رجالة نادي الزمالك ما قصروش خالص في المباراة، قدروا ان هم يوصلوا لركلات الجزاء الترجيحية، ولكن طبعا العامل البدني كان صاحب كلمة السر في الآخر، ان نادي الهلال السعودي يقدر يحسم المباراة عبر ركلات الجزاء الترجيحية. بتأكيد نادي الزمالك ما قصرش، لعيبة الزمالك ما قصرتش، كان في لوحة فنية جميلة جدا من جمهور نادي الزمالك امبارح في مدرجات قطر طبعا، مدرجات استاد لوسي اللي يقام عليه نهائي كأس العالم، 77,000 متفرج طبعا، الحضور الأكبر في تاريخ قطر. بالتأكيد كان في مكاسب عديدة من مباراة امبارح رغم خسارة نادي الزمالك للكأس، ولكن زي ما أنا قلت في البداية أن العامل بدني يا أحمد وإنجي كان ليه كلمة السر في النهاية، أن نادي الهلال السعودي يقدر يتفوق على نادي الزمالك. وحول التفاصيل الفنية في المباراة مع الآن طبعا كابتن نادي الزمالك كابتن عادل الدسوقي طبعا نجم نادي الزمالك السابق، عشان نتكلم معاه في التفاصيل الفنيه للمباراه. كابتن عادل برحب بحضرتك على قناه الزمالك. صباح الخير عليك، وصباح الرغيك على انجي، صباح الخير عليك يا احمد وعلى كل جماهير نادي الزمالك الحبيبه العظيمه
في كل مكان، في مصر، في قطر، في السعودية، في الإمارات. يعني بصبع عليكم واقول لكم يعني ان شاء الله يكون يوم جميل على كل محبي نادي الزمالك. صباح الفل عليك يا كابتن. يمكن امبارح كانت مباراه قويه جدا، يمكن كان ديربي عربي زي ما بنقول، بطل الدوري المصري، بطل الدوري السعودي، كانت لوحه فنيه من كل يعني مكتمله من كل الارقام. جمهور نادي الزمالك عمل ملحمه تاريخيه امبارح في استاد لوسيل، شفنا روعه الاستقبال اللي استقبلوا بيه لعيبه الزمالك امبارح، سواء فور وصولهم لقطر او سواء في المدرجات. شفت المباراه ازاي امبارح يا كابتن، وكان رؤيتك الفنيه للمباراه؟ قبل ما اشوف رؤيه الفنيه للمباراه، طبعا ده اللي يليق باسم نادي الزمالك، وده الاستقبال اللي شفناه في قطر الشقيقه والجماهير 80,000، ده هو ده الاستقبال الحقيقي اللي يليق باسم ابطال نادي الزمالك، ابطال دوري العام المصري، اللي رافعين اسم مصر، اللي دايما في كل المحافل الرياضيه بيكون اسمهم عالي وكعبهم عالي على كل الفرق الرياضيه، وبيكون نموذج مشرف للكره المصريه. فيعني كان انجاز كبير قوي 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 جدا ان احنا نشوف نادي الزمالك في المحفل العرس الرياضي الكبير اللي يتمناه اي نادي مصري انه يكون موجود مكان نادي الزمالك، او يتمنى اي نادي عربي انه يكون مكان نادي الزمالك هناك. طبعا كان فخر لينا ان احنا الزمالك هو اللي بيمثل الكره المصريه، والهلال بيمثل الكره السعوديه، والاثنين دول هم يعني اكبر ممثلين للكره العربيه والكره المصريه والكره السعوديه. فده ما جاش عن فراغ، جه عن طريق قوتهم وشهرتهم وانجازاتهم وتاريخهم الكبير في سواء في بلادهم او في مصر او في السعوديه او في اسيا او في افريقيا. فده شرف كبير، وده شيء طبيعي ان يكون نادي الزمالك ده استقباله، كل اللي استقبله بالود والترحاب والورود والرايحين. اكيد كان استقبالي ليه بالابطال يا كابتن. يمكن هروح معاك بقى للنقاط الفنيه في المباراه. يمكن نادي الزمالك كان طبعا ما سعفوش ان هو يستعد بشكل قوي جدا، بسبب طبعا تلاحم المواسم، بسبب الاجازه، اللعيبه قطعت الاجازه، مستر فيريرا قطع لهم الاجازه عشان خاطر يتمرنوا يمكن 4 تمرينات تقريبا، عكس نادي الهلال السعودي طبعا اللي خاض 3 مباريات في الدوري السعودي. يمكن هو ما ادراك ما الدوري السعودي دوري قوي جدا، يمكن حضرتك دربت هناك يا كابتن وعارف فرقه الهلال السعودي امبارح كانت واقفه على رجليها بدنيا في الملعب اكتر من نادي الزمالك، وده يمكن كان ظاهر في الشوط الثاني، خاصه ان لعيبه الزمالك لو كانت في حالتها البدنيه كانت هتقدم مردود بدني وفني اكتر من كده شويه. المفروض ان نادي الزمالك دلوقتي المفروض في راحه سلبيه، يعني احنا خلصنا الدوري العام، المفروض ان الدوري العام اللي فات ده موسمين مربوطين في بعض، يعني الارهاق العضلي والعصبي والنفسي اللي مر على اللاعبين وعلى المدرب وعلى حتى على المتفرجين وعلى المشجعين كان ارهاق كبير جدا جدا جدا، ان انت تلحم موسمين في بعض. فعلى الاقل على الاقل كان المفروض ان يكون في شهر راحه سلبيه ابتعاد، عشان تقدر تعمل ريفريش وتعمل تجدد النشاط تاني للاعبين، وترجع بيهم الحاله البدنيه من تحت، تبتدي من فوق لتحت، عشان لان جسم الانسان لازم بيحتاج فسيولوجيا بيحتاج ان هو يستريح عشان يقدر يبدا من اول جديد، وتعمل فتره اعداد بدني عام، وتعمل اعداد بدني خاص، وتعمل فتره مباريات وديه. نادي الزمالك ما مرش باي حاجه من دي، يا دوبك احنا الزمالك خلص دوري، حتى اخر ماتشين لعبناهم بجميع ناشئين نادي الزمالك، يعني من كدر الاوفر تريننج او الارهاق العضلي للاعبين. فطبعا كون الكيرف شيء طبيعي انه ينزل، اي لاعب كوره لازم الكيرف بتاعه ينزل عشان يبتدي من اول وجديد يعمل عمليه البناء العام والبناء الخاص. لكن فعشان كده نادي الزمالك كان لسه مرهق، لسه يعني راجع من راحه سلبيه. وطبعا موعد المباراه مش في صالح نادي الزمالك، موعد مش مظبوط لفريق نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك ما يقدرش يعتذر عن 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 مباراه زي دي، مباراه كل العالم بيتفرج عليها، كل العالم بيتفرج على نادي الزمالك، كل فرق الكره المصريه، كل العالم بيشاهد استاد لوسيل العالمي اللي بيتلعب المباراه دي، شهره كبيره. او انت لو صرفت ملايين 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 عشان توصل للشهره دي، عمرك ما قدرت توصل للشهره اللي وصل لها نادي الزمالك ولاعبين نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك واداره نادي الزمالك. ماتش امبارح مع حضرتك يا كابتن في النقطه دي، ان الزمالك دايما بيضيف لاي مكان، يعني الزمالك اضاف امبارح لكاس السوبر، رغم ان كاس السوبر امبارح كان الهلال برضو والزمالك مباراه قويه جدا بالفريقين، ولكن دايما الزمالك لما بيكون موجود في اي محفل سواء داخل مصر او خارج مصر بيضيف لهذا المحفل. ما انا قلت لك في الاول، انا قلت لك الاختيار تم على بطل الدوري المصري الزمالك، اكبر شعبيه في الخليج وفي العرب نادي الزمالك، دي ما فيهاش. انا دربت 3 انديه سعوديه،
والحمد لله ليه اولادي حتى يعني انا مش عارف اقول لك ان انا ضرب حمزه ادريس يعني حمزه ادريسي من وردة توكر دول من من من, من اكبر لاعبين الدوري السعودي انا الحمد لله كان ليا شغل معاهم كان ليا بصمه معاهم واحنا يعني انا كمصري بفتخر ان انا اشتغلت في دو في في الدوله السعوديه والدوري السعودي او حضرتك القدرات الامكانيات اللي تمتلكها الانديه السعوديه وخصوصا نادي الهلال ما حدش يقدر يتخيلها لك انا يعني انت ما تيجي تشوف الهلال نادي الهلال ده نادي زي الزمالك والاهلي في مصر نادي بيمثل الكره السعوديه ووجه مشرق للكره السعوديه بطل اسيا الكره السعوديه كل سنه في كاس العالم نادي الهلال ده اما تيجي تشوف اللاعبين المحترفين اللي عنده يا راجل نادي الهلال جاب ريفيلينو احسن لعيب ببرازيل احسن لعيب في العالم سنه كام سنه 80 81 يعني طول عمر النادي الهلال السعودي عنده سامي الجابر عنده الدعية عنده القحطانية يعني بيولد يوسف السنيان يعني انا اعرف يعني ايه قيمة النادي الهلال السعودي ونادي النصر السعودي انت ما بتلعب نادي من الناديين دول قمة الكرة العربية وقمة الكرة الاسيوية فهم ما جيبوا لعبوا نادي الزمالك لعبونا في الوقت اللي زي ما انت قلت بالظبط ان هم كانوا الناس واخدين راحه سلبيه خلص فتره الاعداد خلص الاعداد العام خلص الاعداد الخاص عامل مباريات وديه جاهز بست او سبع لاعبين محترفين على قمه الدوري السعودي يعني انا اقول لك بصراحه اللي شفناه امبارح من الفريق الهلال السعودي ده انا ده يلعب في الدوري الاوروبي بالظبط يا كابتن يمكن كنت عايز اضيف لحضرتك برضو ان يمكن زي ما حضرتك ضفت ان هم جابوا محترفين واضافوا صفقات طبعا المستشار مطر منصور ومجلس اداره نادي الزمالك ابرموا صفقات قويه جدا لنادي الزمالك ولكن عامل الوقت اللي حضرتك قلت عليه واللخبطه اللي حاصله في الدوري تتالي المباريات تلاحم المباريات حتى فترات القيد هي حاله دون ان احنا ندخل المباراه دي باللعيبه او بالصفقات الجديده طبعا بخلاف زكريا الوردي وبريما نضاي اللي احنا ما قدرناش برضو ان احنا نشوفهم كويس امبارح. لا امبارح انا بحيي كل لاعبي نادي الزمالك كلهم على الروح العاليه والقتاليه والكفاح اللي عملوه امبارح مباراه ولا اروع ولا اجمل من كده بصرف النظر عن ضربات الجزاء الزمالك كان ممكن يكسب المباراه كان ممكن في هدفين ثلاثه كان ممكن يجيبهم يكسب مباراه لان المباراه دايما في استغلال الفرص اللي بيجي لك بصرف النظر عن الفريق يعني الزمالك حتى كان بيلعب بطريقه دفاعيه ما هو بيلعب بطريقه دفاعيه عشان تناسب الفريق اللي انت بتلعبه قدامه ووسائل المباراه زي ما انا عايزها يعني بالعكس انا امبارح كنت مبسوط ان نادي الزمالك بيقدر يعمل طريقه دفاعيه وبيعمل زون ديفنسيف ويقدر يعمل دفاع متقدم عشان يقدر يحد من تقدم اللاعبين الجاهزين المحترفين بالعكس انا بشكر مستر فريرا امبارح ان هو قدر ان هو حتى يقدر يغير من رتم المباراه يقدر يغير من اسلوب المباراه من 3 4 3 ل 4 3 3 يعني قدر هو يوصل نوصل بالمباراه زي ما احنا عايزين اللي هي ضربات الجزاء ليه لان الفريق اللي قدامي لازم اكون بص انا احب المدرب الواقعي فريرا مدرب واقعي مفيش حاجه اسمها خير وسيله للدفاع الهجوم لا انا ممكن اهاجم وانا مش جاهز وفرقتي مش متكامله اتغلب هيفي سكور يبقى انا منظر وحش بالعكس ده انا بساير مباراه على قدراتي وامكانياتي في الملعب وعلى الفريق اللي قدامي فانا بحيي المدرب على قدرته ان هو قدر يكيف اللاعبين وقدر يمشي بالمباراه اللي بره الامان باللاعبين اللي هم مكافحين رغم القدرات البدنيه المنخفضه او التعب الشديد انا كنت خايف امبارح بصراحه ان اي لعيب من دول ممكن يتصاب انت عارف حضرتك لما يكون الحمل عالي على الضغط البدني والعصبي والنفسي على اللاعب ممكن يجي له اصابات ممكن يجي له مزق ممكن يجي له شد ممكن يجي له رباط صليبي ممكن يجي له نتيجه الحمل العالي الحمل والضغط العالي عليه انت متخيل امبارح الهلال بيلعب باثنين راسين حربه اجاله وموسى يعني راسين حربه دول يلعبوا في الدوري الانجليزي يا كابتن يمكن كمان دايما يا كابتن عشان انت تقدم الفكر الفني اللي عندك لازم تبقى بدنيا واقف على الملعب كويس يمكن كتير جدا قالوا ان الزمالك او الهلال اقوى فنيا من الزمالك ولكن برضو عايزين نوضح لهم يا كابتن نقطه ان احنا عشان ما ظهرناش بالشكل الفني المعتاد من لاعبي الزمالك بسبب طبعا عدم الجاهزيه البدنيه طبعا يا كابتن لما تكون جاهز بدني بتقدر تعمل الفني اللي انت متعود تظهر عليه شوف انا لو مش جاهز بدنيا مش هقدر انفذ لا فنيا ولا تكتيكيا في الملعب لان العامل البدني القوه والسرعه والرشاقه والتحمل وحتى حتى يعني حتى على الكوردينيشن او التوافق العضلي العصبي في الملعب كل ده محتاج تنميه تنميه تبقى انت بادئ صح دي الخرسانه المسلحه اللي احنا بنبني عليها الفريق فطبعا الضعف العامل البدني ما اسعفناش ان احنا نقدر ننفذ كل اللي نقدر عليه لكن انا
بصراحه انا فخور بفريق نادي الزمالك امبارح، فخور بالانجاز اللي حصل امبارح، فخور بمستر مرتضى منصور رئيس مجلس الاداره والاداره اللي قدروا يوصلوا نادي الزمالك للمحفل العالمي. طبعا طبعا مستر مرتضى منصور ليه مننا كل الشكر بصراحه على كل المجهودات الجميله اللي بيعملها مع النادي بصراحه. قدر يوصلنا ناخد 2 دوري في 2 و4 ونلاعب الهلال السعودي في قطر على استاد لوسيل اللي هو كل عالم بيتفرج عليه وكل الزمالك طرف فيه، ده تاريخ هيفضل طول العمر يفتكر ان الزمالك والهلال السعودي هم افتتحوا الاستاد ده وبدأ المباراه فيه. لا انا فخور جدا بمستر مرتضى منصور، فخور باللاعبين، فخور بالمدرب، فخور بالانجاز اللي عمل بصرف النظر عن ضربات الجزاء. ضربات الجزاء ما هي الضربات التصحيح، ما كانش فيه توفيق، ما كانش فيه تركيز شويه في ضربات الجزاء احنا بنصوبها، لكن ده ما يمنعش ان احنا الانجاز اللي حصل امبارح ليا كفخر كمسؤول في نادي الزمالك او كنت لاعب او كمدرب، او ان انا اشوف الجيل ده بيعمل انجاز ده في كل المحافل وقبل كاس العالم. لا بشكر كل القائمين على المنظومه الكرويه، بس الاستاذ امير مرتضى منصور، امير احمد مرتضى منصور، يعني كل القائمين على كره القدم في النادي على الانجاز اللي حصل امبارح ده. بالعكس ما يقللش ابدا، وبقول لجماهير الزمالك افرح بفريقك، افتخر بفريقك اللي جاي احسن واحسن واحسن. الحمد لله عندنا قاعده ناشئين كبيره، شوف اولادنا بيعملوا ايه رغم الملايين المدفوعه في اللاعبين المحترفين دي. نادي الزمالك بيوفرها على اولاده، بيجيب اولاده. اللي احنا ده بنشتري لاعبين، ساعات بنشتري لاعبين مش على مستوى فبنخسر، فانا بفضل الحمد لله ان اولادنا هم اللي ينافسوا. رغم ان امبارح انا عجبني اون داي امبارح، صح حقيقي عجبني المحترف الجديد في الزمالك، واضح ان هو قدراته عاليه، واضح اختياره مظبوط واختياره سليم، وهيكون اضافه كبيره لنادي الزمالك. يعني بقول لك جميع الصفقات اللي المستشار مطالب ابو رامها ان شاء الله صفقات مفاجاه جدا هيفاجئ بيها جمهور الزمالك ان شاء الله، يمكن الاعلان هيكون يوم الاثنين باذن الله. انا بقول لك انا امبارح انا بثني عليه وبثني على مجهوده وبثني على تحركاته وبثني على يعني اول ماتش يلعب ومفيش لسه فيش تجانس ومفيش توافق مع كل الفريق، ان شاء الله ما يخص تجانس مع الفريق ويحصل الكيمياء ويحصل طريقه اللعب والخطط، اللاعب بيكون على يعني بيكون بيقدر بقى يتحرك اكتر، بيكون ان شاء الله يكون اضافه كبيره لنادي الزمالك. فعشان كده انا لا انا خايف ولا قلقان ولا بطمن جميع نادي الزمالك. نادي الزمالك ماشي في طريقه مظبوط، مجلس اداره مظبوط، مستشار مرتضى منصور ماشي بالفريق للامان والضمان، كلنا وراه وكلنا بندعمه، كلنا بندعم فريق نادي الزمالك، بنقف نادي الزمالك لان هو ده نادينا وده معشوق ومحبوب الجماهير. شوف ال 80,000 امبارح كلهم فرحانين ازاي، جميل المصريه فرحانه في الملعب، فدي كلها حاجات تدينا فخر واعتزاز بفريقنا، وان شاء الله اللي جاي افضل وافضل افضل في نادي الزمالك. حبيبي اشكرك، حبيبي اشكرك، ودايما نادي الزمالك في علو وارتفاع وفوز ان شاء الله. اشكرك. يعني زميلتي العزيزه انجي، زميلي العزيز احمد، يمكن ده كان لقائنا مع كابتن عادل دسوقي لاعب نادي الزمالك السابق، طبعا اتكلمنا معاه عن المباراه المهمه طبعا في كاس السوبر المصري السعودي كاس لوسيل. طبعا ان شاء الله كل الامنيات الطيبه لنادي الزمالك اللي بيستعد طبعا لبطوله دوري ابطال افريقيا دور ال 64 امام بطل التشاد يوم 18 سبتمبر الحالي باذن الله. كل الامنيات الطيبه لنادي الزمالك، نشكر جمهور نادي الزمالك العظيم طبعا في قطر اللي قدم لوحه فنيه رائعه يمكن عبر خلالها طبعا عن جمهور نادي الزمالك اللي بيساند لعيبه الزمالك وفريق الزمالك في كل مكان في مصر والوطن العربي. والان من نادي الزمالك الى نهارك ابيض زميلي العزيز احمد، زميلتي العزيزه انجي. شكرا يا مراد، اكيد بنشكرك ونشكر كمان كابتن عادل الدسوقي. دلوقتي خلونا نروح على مداركم الافتراضي ونروح لفقره الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن تقييمك لاداء رجال الزمالك امام الهلال في مباراه كاس سوبر لوسال. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، والبدايه من عند مين يا احمد؟ البدايه من عند وليد امين، بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الورد يا انجي، هارلك لجمهور الزمالك واللعيبه. الزمالك قدم عرض جيد في ظل الامكانيات المتاحه وارهاق اللعيبه، اما امام فريق بيمتلك كتيبه رائعه من اللاعبين، ومع ذلك
الهزيمة جاب بركلات الترجيح والوقت الأصل المباراة انتهى بالتعادل. واحد مسمي نفسه الزمالك عشق الطفولة، بكتب لنا اسمك بس عشان نعرف نندهلك، بيقول صباح الخير يا إنجي، صباح الخير يا أحمد، بيقول أداء رجولي جدا، لعيبة رجالة فخورين بيهم أشد فخر، طبيعي لعيبة الزمالك لسه راجعين من أجازة والهلال بيلعب بصفة مستمرة في الدوري، طبيعي المعدل البدني للفريق يكون أو لفريق الهلال يكون أعلى، بنقول هارد لك للعيبة. روح لنسمة بتقول أداء مميز ومحترم ومشرف، بس احنا زعلانين على الخسارة لأننا بنحب نادينا دايما، منصور الحمد لله واللي جاي أحسن إن شاء الله، كل الدعم لنادي الزمالك. أحمد زين بيقول صباح الخير، المستوى البدني فرق مع فريق الهلال جدا، الهلال فريق جاهز بدنيا، بدأ الدوري الجديد ولعب أكتر من مباراة، أما الزمالك لسه طالع من مطحنة ملحقش يستريح عشان يرجع يحضر للمباراة بالشكل، فطبيعي يكون الأداء بالشكل ده، وبالتوفيق للقادم إن شاء الله. نروح لآخر حد معانا بيقول رأيه في موضوع الحلقة، كريمة بتقول أدائهم كان حلو في ظل الظروف وآخر الموسم قدام فريق عامل إعداد واخد راحته الكاملة وعامل صفقات وفريق منظم وعلى أعلى مستوى، عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا، الزمالك كبير قوي بجد. بشكرك جدا يا كريمة وبنشكر كل الناس اللي دايما بتشاركنا آرائها على موضوعات حلقتنا دايما في نهارك أبيض. دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل قصير، هترجع لكم بعديه انجي فقرة سهم وقوس اللي منورنا فيها محللنا الأستاذ خالد الكيلاني. سهم وقوس بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس، والحقيقه انه امبارح ظهر الزمالك بصوره مشرفه في قمه عربيه بنكهه عالميه مونديالية، لكن طبعا وقف الحظ قصاد تتويجنا بثالث الالقاب لينا في 3 شهور، بينما خرجنا بالعديد الحقيقه من المكاسب الفنيه، كمان كان في مكاسب معنويه كتير من المباراه ديت نقدر ان احنا نبني عليها للفتره القادمه طبعا، عشان نقدر ان احنا نقدم موسم مميز يليق ببطل الكرة المصرية. تفاصيل أكتر عنا مباراة امبارح في كأس لوسال أكيد مع ضيفنا العزيز المميز اللي دايما بينورنا هنا في استوديو نهارك أبيض، المحلل الرياضي أستاذ خالد الكيلاني، منورني. منورني كالعادة. ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ زي الفل والله. يعني كان نفسنا نطلع النهارده نكون يعني ضايفين لقب جديد اكيد لدولاب نادي الزمالك وبطولات نادي الزمالك، لكن كان الحظ سيء امبارح. قولي تقييمك للمباراه ايه؟ تقييمك لمباراه امبارح امام الهلال السعودي، شفت المباراه ازاي؟ والله هي المباراه كويسه والاداء ما كانش وحش واللعيبه ادت اداء مشرف جدا، ولكن هنقول في الاول وفي الاخر طبعا الكوره ليها عده عوامل، اي ماتش بتدخله فيه عوامل معينه عشان تعرف تكسب، عوامل فنيه وعوامل بدنيه وذهنيه. فطبعا في ارهاق شديد جدا، وده يعني عايزين كل الناس اتكلمت عليه من فيريرا للعيبه لحتى لعيبه نادي الهلال. شفنا كابتن عبد الله المعيوف امبارح قال الارهاق كان باين، صحيح هو الراجل واقف وشايف، والراجل زي ما قلنا يعني الراجل مش زملكاوي يا جماعه ولا لا بيدي مبررات، لا الراجل كان في الملعب لعيب كوره، لعيب كوره وكان في الملعب وشايف كويس جدا اللعيبه اللي قدامه عامله ازاي. في ناس بس تحب تطلع تقول لك ايه انتوا لما بتخسروا بتدوا مبررات، لا احنا مش بندي مبررات، ده كان واضح واضح في الملعب. بالظبط الماتش، فرقه الهلال فرقه قويه جدا جدا على المستوى الهجومي، لعيبه كلها عمالقه وعندهم قدرات بدنيه وفنيه عاليه جدا. شفنا اللعيبه بتستلم ازاي تحت ضغط وبتعمل يعني شغلهم عامل ازاي في المنطقه الهجوميه، لكن على المستوى الدفاعي الهلال فرقه متوسطه مش فرقه قويه جدا على المستوى الدفاعي. ماتش زي ده علشان تقدر تكسبه بتعمل ايه؟ بتضغط المنافس طول الوقت، تلعب ضغط عالي علشان تقدر تغلط الدفاع. شفنا ده في اكتر من كوره، الفرص او الوقت اللي كان فيه الزمالك عنده القدره انه يضغط من قدام كان بيغلط مدافعين الهلال كتير جدا وبنطلع باكتر من كره، ولكن الوضع ان مين بقى اللي هيضغط؟ مين اللي هيقدر يعمل ده على مدار 90 دقيقه؟ ده مش موجود. المستوى البدني للمهاجمين، لمهاجمين نادي الزمالك طبعا حقهم يكون في
في الارض يعني بعد موسم طويل جدا، مش موسم ده موسمين ملتحمين في بعض، موسم طويل جدا. احنا بنتكلم في اللعيبه دي مخلصه امتى؟ الفرق بين الزمالك والهلال، الهلال فرقه خلصت دوري وخدت راحه وعملت اعداد صحيح. وبدات دوري جديد لعبت فيه 3 ماتشات. في الناحيه الثانيه فرقه الدوري مخلص عليها يعني الموسم مخلص عليها. صحيح ظروف كانت غير متكافئه امبارح بين الفرقتين. بالظبط دي المفروض انها مباراه احتفاليه كرنفال بعد ما الموسمين خلصوا. ده الوضع يعني ان هو بين بطل الدوري السعودي وبين بطل الدوري المصري بعد ما الموسمين خلصوا واللعيبه فاقت وراقت وجايين يبداوا الموسم الجديد بقى بالسكواد الجديد والشغل الجديد. ولكن طبعا الوضع مش كده بالنسبه لنادي الزمالك، فكانت مباراه كويسه جدا، كانت بروفه مهمه. الزمالك الفتره اللي فاتت قدم موسم محترم جدا ورى الناس ان هو فرقه قويه جدا، ولكن كل ده شفناه على المستوى المحلي، فكانت بروفه كويسه جدا ان انت تشوف الزمالك على المستوى القاري بقى، تشوف الزمالك مع فرق تانية كبيره ومع فرق تانية ابطال، بروفه كويسه لدوري ابطال افريقيا. شفت ازاي تصريح كابتن شيكابالا لما قال انه يمكن المباراه امبارح او الخساره امبارح فوقت اللعيبه، يعني تخلي اللعيبه يفوقوا اكتر للفتره اللي جايه، شفت ازاي التصريح ده؟ كلام محترم، كلام مهم. ليه؟ اي لعيب، اي فرقه بعد ما بتكسب وتبقى بالزبط. بقى خلاص انت يعني خلينا مش نقول بس يكسب والفوز. مش بس يكسب ويفوز، لا ده هو بيكسب على طول يعني. انت زمالك خد كام ماتش كده ورا بعض، انت مفيش خساره، انت واخد صحيح. واخد الدوري بالكام ماتش الاخرين، كام ماتش دول كتير بالمناسبه صحيح. فلما اللعيب او الفرقه يحصل معاها كده في زي خلاص انا كعبي عالي يعني. فكعبي عالي دي مش موجوده في شويه ثقه كده بتبقى عند اللعيبه، فيمكن ده حصل انه اللعيبه تفوق. لا احنا محتاجين مهم تخسر ماتش، محتاجين نركز في الاخر، هي بطوله وديه وكرنفال زي ما بيقولوا، فكويس ان انت تخسر في ماتش زي ده وبالشكل ده يعني. انت برده ما خسرتش يعني، خلينا نوضح برده ان الزمالك ما خسرش. لا احنا قلنا انه في الاخر المباراه كانت منتهيه تعادل، دي ركلات ترجيح بتعتمد على الحظ. بالمناسبه في تاريخ مواجهات الفرقتين الماتشات اللي بتخلص بضربات جزاء ما بتتحسبش خساره يعني. الماتش ده لما نيجي نتكلم بعد كده في تاريخ مواجهات الفرقتين هيبقى لها الهلال والزمالك اتقابلوا 6 ماتشات، الزمالك كسبان 3 و2 تعادل وخساره واحده. ده اللي هيتقال بعد كده، مش هيتقال ان الزمالك خسر ماتشين يعني. ففي الاخر المباراه متكافئه وقدموا شكل كويس، قدموا مردود كويس جدا. طب شفت يعني يمكن قلنا ان المباراه دي طلعنا منها برده مكاسب غير يعني غير طبعا مشاركتنا في المباراه ويمكن خساره في النتيجه، لكن طلعنا بمكاسب من المباراه ديت. قولي شايف المكاسب اللي طلعنا بيها ايه من المباراه؟ يعني ابسط مكسب من مباراه زي دي هو اللعيبه الشباب اللي ظهرت في الموسم اللي فات، تقدر تاخد فرصه انها يبقى عندها خبره اللعب في ماتشات كبيره. انت داخل بقى على افريقيا السنه الجايه، كلنا متفقين ولاعيبه زمالك متفقه وكل الناس عارفه ده، ان الزمالك هيبقى طموحه مختلف، هيبدا يحط يعني اهداف جديده بقى خلاص. انت مش بس بقيت عايز الدوري والكاس، انت الدوري والكاس خدته، فانت دلوقتي عايز بقى تخش في مرحله جديده وتحدي جديد، عايز تبص لافريقيا، عايز تبص لدوري ابطال افريقيا. ماتشات دوري ابطال افريقيا طبعا طبيعها مختلف وشكلها مختلف، اللعيبه هتطلع بره تلعب قدام اعداد جماهيريه غفيره، بنشوف في افريقيا الناس بتفتح الملاعب مجانا وتعالوا ساندونا، فهنتفرج على حاجات زي دي كتير. ففرصه كبيره جدا للعيبه الشباب انها تشوف ده وتتعود عليه، لان ده طبعا احنا عارفين ده مش موجود بقاله فتره كبيره في ملاعبنا. وعايز اقول ان الجمهور دايما سلاح ذو حدين، الجمهور دايما سلاح ذو حدين. الفرقه اللي متعوده ان جمهورها بيساندها ومتعوده على صوت الجمهور في الملعب، ومش جمهورها بس، جمهورها وجمهور المنافس، اللعيبه برده لازم تتعود على وجود جمهور منافس. يعني كان في ماتشات كتير جدا في الدوري السنه دي الزمالك بيلعب مع فرق بقى شركات، فرق غير جماهيريه او فرق جمهورها مش موجود، ما بيبقاش في جمهور بالظبط. فانت متعود جمهورك بيساندك، خلاص خدت على ان جمهورك موجود وكل الكلام ده، بس لسه ما شفتش جمهور المنافس بيبقى عايز يسمع صوت جمهورك، سامع صوت دعم جمهورك. ازاي تتعامل مع الضغوط اللي بتتصدر لك من جمهور المنافس؟ لسه ده مش موجود. فدي كانت فرصه كويسه للعيبه الشباب دي انها تاخد الخبره دي وتشوف ده علشان تقدر تتعامل بعد كده معايا في الماتشات المهمه، الماتشات القويه. بس يمكن برضو امبارح الوضع كان، لا كان في جماهير كتير من جماهير هو الزمالك. خلينا نتفق يعني. الكلام كان واضح وكان باين قوي كمان ساعه التتويج بقى لما جماهير الزمالك خلاص بدات تروح، يعني كان واضح ان جمهور الزمالك طبعا كان مالي الاستاد، جمهور الزمالك في كل مكان يعني. يعني كان مشهد جميل جدا شفناه امبارح. يمكن اللعيبه برضو فكره انه عادي ان هم يشوفوا جماهير نادي الزمالك هنا في الاستاد، ان هم يكونوا موجودين معاهم وبيدعموهم هنا في مصر، الموضوع بيبقى عادي. لكن فكره ان انت تعرف ان لا الجماهير دي ورانا في اي حته، دول مسافرين ورانا، دول جايين عشان يساندونا، احساس مختلف. المشهد ده مش اول مره يحصل، شفنا المشهد ده قبل كده في الامارات في ماتش السوبر، شفنا استقبال الجماهير للعيبه كان عامل ازاي من اول المطار لحد الاستاد كانوا عاملين ازاي.
جمهور الزمالك دايما بيضرب المثل في الوفاء والانتماء وكل حاجه جميله. حاله جميله حقيقي. طيب خلينا نتكلم عن مستر فيريرا. شايف الطريقه اللي مستر فيريرا ادار بيها المباراه، شايف ان دي كانت انسب طريقه ولا عندك راي تاني؟ عشان يكسب ولا عشان الوضع اللي هو فيه؟ يعني الاثنين. يعني عشان يكسب، لا مش انسب طريقه زي ما قلت لحضرتك، كانت انسب طريقه ان انت تضغط فرقه زي دي، فرقه قويه هجوميا، ما ينفعش تسيب لها الكوره واقف في ال 18 واسيبهم يضغطوني طول الوقت. ليه؟ احنا شفنا امبارح في اكتر من مشهد فرص كتير جدا للهلال. عواد طبعا تالق بشكل كبير جدا، والونش والمدافعين كلهم كانوا على مستوى عالي، ولكن في الاخر انت صدرت لهم ضغط بالتراجع وانك تسيب الكوره للفرقه اللي قدامك. في فرق ما عندهاش حلول هجوميه كويسه، فدي اسيب لها الكوره براحتي جدا، وافضل واقف ورا واسيبهم براحتهم وهم يفضلوا يلباسوا الكرات عرضيه والكلام ده كله، وفي الاخر اخطف منهم كوره واطلع بمرتده. ولكن في فرق ثانيه عندها حلول هجوميه زي الهلال. الهلال عنده حلول هجوميه يعني لا تعد ولا تحصى. صحيح. فدي الفرق دي بيبقى صعب ان انا اسيب لها الكوره واسيبه هو يتصرف براحته. وكان انسب طريقه ان انا اضغط عليه من قدام وافضل مغلط مدافعينه طول الوقت وضاغطهم مش مخليهم مرتاحين، فاقدر اخد فرص اكتر. ولكن هو اللي حصل ان هو الراجل اتعامل على المتاح زي ما قلت لحضرتك. مين هيضغط على اللعيبه دي طول الوقت؟ شفنا سيف الجزيري وشفنا زيزو امبارح بيتحركوا ازاي. خلاص اللعيبه شطبت الكوره اللي طلع فيها زيزو من ناحيه اليمين ووصل لحد ال 18 وشاط وطلعت بره خالص، دي في الكوره كده في بالبلدي بنسميها شوط التعب. خلاص الراجل ما عندوش نفس وخلص. فهو لعب باللي يسمح للزمالك يطلع بنتيجه ايجابيه من الماتش. يعني الزمالك لو كان نزل ضاغط من اول الماتش عشان ياخد الماتش ويكسب والكلام ده كله، كان ممكن يجيب جون واتنين على فكره، بس كناها مش يبدا بقى يرجع بالزبط. يدافع هيبقى اللعيبه دي ماتت خلاص، مفيش حد قادر يدافع، مفيش حد قادر يعمل حاجه، فكنت المشهد هيختلف. فهو لا، هو طبعا يعني بروفيسور زي ما بنقول، والراجل بيلعب على الشكل المناسب للماتش لكل ماتش بالطريقه اللي هو شايفها صح. شفت وجود زيزو ازاي على ناحيه الشمال؟ هل شايف ان هو كان بيشكل خطوره كبيره على مرمى الهلال؟ الكلام ده اتقال كتير، يعني انا بسمعه كتير قوي من امبارح، حكايه ان زيزو ليه على الشمال وليه ما راحش يمين، ولو راح يمين كان هيبقى احسن وكل الكلام ده. طب ما زيزو راح يمين على فكره في الشوط الثاني، ايه اللي حصل؟ ما حصلش جديد، هي القصه مش في يمين وشمال. وبعدين ما زيزو في الموسم ده لعب كتير جدا ناحيه الشمال وادى وعمل شغل كويس جدا. فالقصه مش في يمين وشمال، القصه في هو الراجل بدنيا، الراجل تعبان يعني زيه زي ايه بني ادم، فزي زي اي لعيب تاني كان في الفرقه مرهقين بدنيا وذهنيا. وزيزو من اللعيبه اللي عملت مجهود بدني جبار على مدار الموسم، فحقه ان هو يكون مرهق. لكن الجنب اليمين ده زيزو نفسه اتكلم يعني اكتر من مره وقال هو ما كانش يعرف انه ممكن يلعب هنا. فلا، هو الراجل شايف وعارف كويس جدا هو بيعمل ايه وليه ادوار بيقوم بيها. وفي الاخر هو جاب جون على فكره امبارح، يعني هو الجون بتاع الزمالك امبارح هو زيزو اللي جايبه، كان على ناحيه اليمين عادي. طيب خليني اسالك، طيب يعني انت دلوقتي شايف انه لا، مش مستر فيريرا، مش المشكله كانت عند مستر فيريرا ولا في طريقه ادارته للمباراه، لا المشكله كانت في الاجهاد البدني للاعبين، مش فكره اداره مستر فيريرا للمباراه خالص. لا، هو الراجل عمل اللي عليه، وتبديلاته كانت مناسبه جدا. الزمالك قدر يحافظ على الجون اللي دخل، هو كان يعني هو كان واضح جدا 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 السيناريو اللي هو بيلعب بيه، هو مش عايز يدخل فيه جون. يعني هو محافظ ان هو ما يدخلش فيه جون، لان هو لو فتح الملعب هو شايف ان الفرقه بتاعته بدنيا مش هتقدر تروح وتيجي طول الماتش. مع حمزه المسلوسي امبارح كان متأيد جدا، مثلا لما حتى خرج سيد نيمار خلاص وبقى حمزه المسلوسي الباك اليمين، ما كانش عارف يطلع يعمل الزياده الهجوميه على مدار المباراه. البدني، المعدل البدني واضح. احمد فتوح ما كناش بنشوفه متأيد بالشكل ده، احمد فتوح لعيب مهاري وبيحب يطلع ويتحرك طول الماتش، يعني اغلب الماتش متأيد وواقف ورا، فهي المعدلات البدنيه بتفرق طبعا. طب كنت بتتكلم دلوقتي عن حمزه المسلوسي، عايز اسالك برضو عن بقيه دفاعاتنا، يعني بنتكلم عن الونش، بنتكلم عن حسام عبد المجيد، شفت اداء الثلاثي الدفاع امبارح كان عامل ازاي؟ اداء دفاع الزمالك عبقري من 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 يعني من وصول فيريرا لحد النهارده، اداء دفاع الزمالك ماشي بشكل متصاعد، وده مهم ان احنا مش بنقول بس ثبات في المستوى، ان هو ماشي بشكل متصاعد. لعيبه كويسه جدا، يعني كانوا بيلعبوا على محترفين، يعني بالظبط ماتش تقيل، ماتش تقيل وقوي جدا. ده حقيقي، انا زي ما بقول لحضرتك الهجوم الهلال هو ده الهلال اصلا. ايجالو ده من كام شهر كان بيلعب في مانشستر يونايتد، يعني ده مش من بعيد. فلا، هي لعيبه قويه جدا، موسى ماريجا جاي من بورتو برده من كام شهر. صحيح. فلعيبه كانت بتلعب في اوروبا طول عمرها وتقيله جدا. لا، المستوى متصاعد بشكل كبير جدا. حمزه المسلوسي بيتطور بشكل ممتاز وبشكل عبقري، وبيقدر الراجل يستفيد منه في اكتر من مركز بشكل كويس جدا. الونش طبعا يعني ده ما حدش بيتكلم، ده في حته ثانيه خلاص نحطه ونتكلم بعد كده. حسام عبد المجيد انا معجب بيه جدا جدا، خامه عبقريه
ومبشر جدا جدا جدا، ويعني مدافع واعد بشكل كبير، ومدافع عصري، لعيب عنده ثقة في نفسه، بيقدر يقف على الكورة من غير ما يخاف ولا يتخض ولا الكلام ده. قصة التشتيت مش بيشتت وخلاص، لا، هو عارف انت الكورة دي ملهاش حل. امبارح في كورة طلعها كورنر بمنتهى البساطة ومنتهى الأريحية من غير ما يفكر ومن غير ما يبص حواليه، لأن هي ملهاش غير كده. فهو لا، مستوى الثلاثي الدفاعي اللي موجود النهارده مع فيريرا مستوى رائع جدا، وهو ماشي بشكل متصاعد، وده مهم. طب خلينا ناخدها حاجه حاجه، يعني اتكلمنا عن خط الدفاع، خلينا نتكلم عن خط الوسط، يعني نتكلم عن عبد الغني، فتوح، امام، سيد نمار، بعد كده نتكلم بقى عن الهجوم. تمام، خلينا نتكلم دلوقتي عن خط الوسط. عبد الغني معذور طبعا، ان هو لسه بيعرف المركز الجديد بتاعه ده، ولكن عايزين نقول ان هو مع انه بيلعب مش في مركزه، ولكن هو مؤدي اداء كويس جدا ومؤدي وملتزم تكتيكيا بشكل كبير جدا، وده مهم جدا لما تلعب مع مدرب زي فيريرا، لان فيريرا هو مدرب تفاصيل، مدرب بيهتم جداً بالتفاصيل الصغيره. صحيح. وخلينا نقول ان في ماتشات كتير جدا ما بتخلص غير بالتفاصيل الصغيره. فالمدربين دي بتبقى محتاجه فعلا لعيبه ملتزمه تكتيكيا بشكل كبير، اللي اقوله لك هتعمله بالحرف زي ما بقول لك عليه. فلا، هو نص ملعب الزمالك يعني فرقه ممتازه. امام عاشور ده عبقري، امام عاشور ده كنت يعني لسه والله بقول في الانترو يا جماعه، يعني هو لو ركز شويه ومش على نفس جميل قوي نهج التطور ده هيبقى في حته تانية. لا، لعيب يبسط اي حد بيتفرج عليه، يبسط اي حد بيتفرج عليه، رجوله واداء، ولعيب نص مهاري، ولعيب عنده جرأه على المرمى، وتلاقيه في الدفاع وتلاقيه في الهجوم، لعيب قوي جدا جدا جدا. امام عاشور يعني اكتر حد مدق النص ملعب لو هنقول انه يعني افضل حد كان في المباراه امبارح، افضل لاعب في المباراه امبارح. ثلاثه، مش هقدر اقول واحد، مش هتقدر تقول واحد، بس اكيد منهم امام عاشور. طبعا امام والونش وعواد. طبعا امام والونش وعواد احسن. ما ذكرت زيزو رغم ان هو جاب الهدف، زيزو جاب الجون، بس هو احنا يعني الزمالك هجومين امبارح كان صعب، واللعيبه معذوره، اللعيبه معذوره، يعني هو اذا كانت معدلاتهم او الاداء اللي ادوه مش هو ده المطلوب منهم، اصل ده مش زيزو. يعني اللي احنا شفناه امبارح ده مش زيزو اللي احنا عارفينه، اللي شفناه امبارح من سيف الجزيري مش سيف الجزيري اللي احنا عارفينه، مش دول الناس اللي احنا عارفينهم، مش دول الناس اللي كنا بنشوفهم في اخر كام ماتش ليهم. ومعذورين تاني، لازم نقول ان الناس دي معذوره اشد العذر، لعيبه الهجوم تحديدا. المدافع على قد ما بيتحرك على قد ما بيأدي، ولكن في الاخر المدافع عنده اريحيه شويه، انه مجهوده البدني كده كده اصلا المدافع بيتبني اصلا بدنيا، يعني بيبقى حد عامل كده يعني. انما لعيبه الهجوم دي اتهلكت حرفيا، خاصه الزمالك اغلب الماتشات في الفتره الاخيره كان بيلعب على الهجمه المرتده. فالهجمه المرتده دي شيء مرهق جدا طبعاً. جدا جدا. زيزو كان بيدافع كتير جدا جدا الموسم اللي فات، فاللعيبه دي اتهلكت، معذورين طبعا. يعني انت شبه اتكلمنا كمان عن خلاص عن الهجوم، يعني انت اتكلمت خلاص عن زيزو، واتكلمت عن سيف الدين الجزيري اتكلمنا عليه، هو فاضل شيكا، ممكن نتكلم سريعا كده عليه. هو امبارح بشكل كبير جدا هم كانوا دفاعهم ما بيتحركش، يعني دفاعه ما كانش بيطلع، هو احنا كنا بنشوف الباكات بس بتتحرك. يعني هو كام كوره احنا عملنا، يعني في فرص جت في الشوط الاول كانت كويسه جدا، ولكن شيكابالا امبارح كان متأيد بشكل كبير جدا. هو الراجل منين ما بيستلم كوره، برده نيمار كان متوتر، اللي كنا بنتكلم عليه بقى شكل الجماهير والكلام ده كله، برده لعيب صغير فكان متوتر، مش متعود على الحاجات، مش عارف يتحرك مع شيكا في الجنب ده، مش عارف يشغله بشكل كويس، مش عارف في الاخر شيكابالا بينزل له لحد نص الملعب عشان يستلم. شيكابالا اغلب جهده كان مهدور اصلا امبارح في ان هو ينزل لنص الملعب عشان يستلم، علشان يبدا يحرك الناحيه الثانيه، فعشان كده ما ظهرش بشكل كويس، عشان كده ما شفناش شيكابالا كتير في الشوط الاول. انت شايف انه الاجهاد البدني، او كلنا متفقين ان الاجهاد البدني طبعًا هو السبب؟ احنا بس احنا قلنا حتى لعيبه الفرقه الثانيه يعني الكلام كان واضح. صحيح. طيب خليني اسالك اخر حاجه على الظهور الاول، الصفقات الجديده، بنتكلم عن ابراهيم نداي، بنتكلم عن زكريا الوردي، شفت مشاركتهم امبارح ازاي؟ هي خلينا نقول الاول انها كانت تجربه مهمه جدا للاثنين دول، مش عشان اي حاجه ومش عشان نقيم حد، ما ينفعش تقيم لعيبه، ما ينفعش تقيم من مباراه واحده اكيد بالظبط، ولكن خلينا نقول انها كانت تجربه مهمه علشان يعرفوا المطلوب منهم ايه في نادي الزمالك، عشان يعرفوا هما بيلعبوا فين، وحجم المباريات اللي هيقابلوها عامل ازاي، والمطلوب منهم ايه. ولكن خلينا نقول انهم ادوا اداء كويس. زكريا الوردي يمكن نزل في وقت متاخر شويه، ما لحقناش تحكم عليه بشكل كبير، ولكن هو لعب كويس، لمسات كويسه، وقفته في الملعب كانت كويسه، نظرته للعيبه وتوزيعه للكره كان مش بطال، يمكن شويه ما شفناش منه التحامات في قطع الكوره والكلام ده كله، ولكن زي ما قلنا ما نقدرش نحكم عليه في ماتش زي ده. ابراهيم رضاي لاعب واعد جدا، انا متفائل بيه، وشايف ان هو لعيب عنده امكانيات وعنده سرعات،
وعنده قدرات هجومية كويسة. فكرة ان فيريرا دفع بيه ان هو يبقى فرود بعد ما سحب سيف الدين الجزيري، يمكن ده برضو يقول لنا ان هو لعيب هيبقى عنده ادوار كتير. يعني هو امبارح بس لعب يمين ولعب شمال ولعب في مهاجم، فده يقول لنا ان فيريرا شايف ليه ادوار كتير الفتره اللي جايه، وان هو هيكون لعيب مهم. دايما ان اللعيب اللي عندك في الهجوم يكون لعيب جوكر، يقدر يلعب في اكتر من مركز علشان يدي حلول فنيه للمدير الفني اللي واقف على الخط. صحيح. طب لو هنتكلم على بقيه الصفقات، يعني دلوقتي خلاص كان في 3 صفقات تم الاعلان عنهم، لو هنتكلم على بقيه الصفقات، احنا عندنا نقص في مراكز كتير جدا محتاجه تدعيم، وست المستشار لسه كنا بنقول ان هو قال ان الصفقات الجديده هيتم الاعلان عنها يوم الاثنين اللي جاي، هيتم الاعلان عنها رسميا. شايف الصفقات اللي احنا محتاجين نعملها ايه؟ المراكز اللي احنا محتاجين نعملها ايه؟ هو الزمالك محتاج راس حربه، محتاج مهاجم صريح، مهاجم صريح. الجزيري لازم لازم، لان في ماتشات انت هتحتاج فيها حد محطه قوي يقدر يلعب على الكرات، تدي له كرات عرضيه فيقدر يسجل لك من راسيه او الكلام ده. فانت في ماتشات هتبقى محتاج فيها مهاجم مختلف عن سيف الجزيري، مهاجم شكله مختلف عنه، امكانياته مختلفه عنه، علشان تقدر يبقى عندك زي ما بنقول حلول فنيه مختلفه لماتشات على حسب طبيعه الماتشات. كمان الزمالك محتاج باك يمين مع حمزه المسلوسي، علشان المسلوسي شفنا ليه ادوار كتير دلوقتي، بقى بيدخل يلعب مدافع ثالث. فانت محتاج باك يمين مع سيد نيمار يقدر يساعده، لان نيمار على قد ما بيدي، لكن نيمار في الاخر لعيب مهاجم. هو في الاخر لعيب مهاجم. فانت لما تكون معاك باك يمين تاني، اولا هيوفر لك نيمار ده للهجوم، يقدر يساعدك في الهجوم، يقدر يبقى معاك وينج زياده. ثانيا يقدر يكون بديل ويقدم لك حلول على الاقل على المستوى الدفاعي في ماتشات ثانيه وفي وقت ثاني. ويعني اعتقد هو محتاج باك يمين ومحتاج راس حربه وصانع العاب. صانع العاب دي حاجه احنا مفتقدينها جدا. ده حقيقي. الزمالك مفتقد بشده وجود صانع العاب بيقدر يربط ويدي حلول ما بين ويربط ما بين الدفاع والهجوم. احنا في اوقات كتير جدا بنشوف امام عاشور هو اللي بيقوم بالدور. صحيح. لكن الزمالك محتاج لعيب دي شغلته. لعيب صانع الالعاب ده بيبقى عنده حتت كده، امتى ادي الثرو ده، امتى العب كره طوليه، امتى يبقى فيه بقى شويه مهاره وارقص واقف على الكوره. فمحتاج لعيب صنايعي كده، صانع العاب في الحته دي. يعني افتكر ان شاء الله الصفقات اللي هيتم الاعلان عنها هتكون يعني مستوفيه المراكز دي كلها ان شاء الله. الله نتمنى انه نحل كل المشاكل اللي عندنا. عندنا موسم جديد، عندنا بقى يعني احنا لسه في الاول كتير، لسه الزمالك يعني هو انا مشفق عليه جدا فعلا. مستر فريرا عنده والحفاظ على اللقب بقى للموسم الثالث اكيد هيكون اصعب أكيد. كمان ولسه في كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت كمان يتاخد بقى، يبقى في سمعيه على لقب الكاس كمان. يعني في موضوع لسه الراجل عنده ماتشات صعبه، ولسه يعني انا مش عارف بجد، وانا هو انا مشفق عليه، انا مش عارف هو هيريح اللعيبه امتى وهيعدهم امتى. هي معادله، انت صحيح. عندك ماتش يوم 18 وبعدين ماتش يوم 25 العوده وبعدين ماتش 28 السوبر المصري. فيعني هو ضغط كبير جدا طبعا. على اللعيبه يعني فين الموسم هيبدا يوم 16 يعني هو معاه 16 يوم معاه 16 يوم بعد ماتش السوبر يعد ويريح. طب ازاي يعني ازاي اعد وازاي اريح؟ ربنا معايا دي، ربنا معايا بقى. انا سعيد ان احنا مش مكانه، ربنا معايا. يعني بره او في الدوريات العاديه هم اللعيبه بتريح فتره مثلا قد ايه وبيعدوا؟ مش اقل من شهر. مش اقل من شهر، ده بتبقى فتره راحه تامه، راحه سلبيه تامه، ما بيشوفوش ملعب. تمام. طب والاعداد بقى للموسم الجديد ده بيبقى قد ايه مثلا؟ عايز له 15 يوم. 15 يوم قال له واجب. احنا عندنا بقى قد ايه؟ الراجل معاه يعني ايه يعني نقول هيدي اللعيبه 6 ايام اجازه؟ لا احنا عندنا كلهم على بعض 16 يوم. يعني احنا راحه واعداد الاثنين، فيعني وضع صعب. لا وضع صعب ومطلوب مننا، وضع صعب جدا، وفي صفقات جديده هتيجي وعايز تعمل توليفه بين اللعيبه وتحفظهم شغل فني وتحفظهم حاجه. لا ربنا يعين حقيقي، موقف يعني صعب، موقف حرج. محتاجين نتكلم كتير في الموضوع ده، في الاستعدادات للموسم الجديد كمان. عندنا حاجات كتير جدا هنتكلم فيها، اكيد هنتكلم فيها مع بعض في الفتره اللي جايه، نحاول نشوف حلول للوضع اللي احنا فيه. وكلنا ثقه الحقيقه في مجلس الاداره ان هو هيقدر ان هو يجهز اللعيبه بالشكل الامثل للموسم الجديد. كان عندنا ثقه اكيد في مستر فيريرا وفي اللاعبين اكيد ان أكيد. هم اللعيبه هم اللعيبه رجاله ان شاء الله، وهم نفسهم قالوا وهم عارفين ده. يعني هو المهم جدا، مهم جدا ان اللعيبه مستوعبه اللي احنا بنتكلم فيه ده، مستوعبه ان عندهم ضغوط الفتره اللي جايه وان الموضوع مش سهل. سيف الجزيري اتكلم عن الكلام ده وشيكابالا اتكلم عن الكلام ده، هم عارفين كويس جدا ان الفتره الجايه صعبه وعندهم طموح للي جاي، وعارفين انهم كلعيبه محترفه رغم كل الضغوط دي، انما هم مسؤولين وعندهم مسؤوليه لازم يلتزموا بيها، وده شيء مهم. يعني بص الروح والعزيمه دي لما بيبقوا متواجدين عند لعيبه الزمالك خلاص كده مفيش حاجه تقدر تقف قدامهم. أكيد. استاذ خالد الكلاني نورتني، ربنا يخليك يا رب. دايما بكون سعيده بوجودك معايا. مشاهدينا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.